نحن بهالست ايام قدرنا نشغل مخنا، نحن عملنا لعب من ولا شيء، كذا لعبة عملناها من ولا شيء. معلم طيب انا مستوية على التنام. قدرنا نبدع شيء نحن قبل ما كنا نعرف نحن نقدر نبدع فيه، ما كان ببالنا اصلا نحن بنقدر نعمل هيك. بس نص بتقص القماش هلا بس وحده هيك وحده هيك وخلصنا. ايه واو بهاي كيف بدي اربطهم 100%. اني زك على اساس انه انا اعطيتك اياها. اكتشفنا ان احنا قادرين نخترع لعبة من ولا شيء، من يعني يكون عندنا كم شغله نشوف من هودي شو بدنا نعمل. عمي على يميننا نحن نشتغل مع يميني. شو رايك يا رامي؟ صبت اوكي خسروا حياتك. صك والله مريت خلص انت ما مين خدوا هذيك اللعبه نحن عملناها كوننا فكرتها من الزيرو. كيف بس هلا نحن بدنا كيف بدنا نقسم حالنا بس شو بتحبي بتحبي تغني بس بده ينطع اجره كم اجر وحده كبت اربعه لا بلشنا يلا ما له فرض هو اقتراح طب هو أكثر فترة حسيت إن أنا شخصياً صحبت فيها فترة الانعكاس اللي عم نعملها بالآخر. اللعبة مش كتير نحن فهمانينها. نحن كنا عم نضيف لقوانين نحن عم نلعب اللعبة. كبتنا بعيدة فنحن واقفين حدا وأنتوا هون كل هذا الشيء كان تجربة كثير حلوة بغض النظر عن كل شيء سميته. هذا الشيء مانو جد بس مهم. يعني أنا بستوعب شوي غيري بستوعب شوي بنصير نستوعب كتير. صار عرفنا كيف التاني عم بفكر ما نحكم بس ما نحط نخصب رأينا على التاني نحاول نتفاهم أكثر. فكروا بشي تحدي يومي بتعيشوا هلأ بعمركم. إنه أنا حاملة مسؤولية كتير كبيرة ولازم بس كون أنا حابب أعمل شيء. بس ماني قادر ماني قادر اكون بارع فيه. التخلف بينتج عنه هيك مش هيك بينتج عنه تخلف. قالوا لنا لهي اللعبه مثلا انا محجر ما في العب فيها. اللعبه اذا كان الهدف الهرجي التنمر شيء واذا كانت معالجه شيء ثاني بدنا نعمل اللعبه يفوتوا عادي بعدين نفرجيهم انه تاثروا احنا كلنا يمكن كل واحد بيختلف على الثاني بس احنا كلنا بشر. قطع عليها وقطع واهرب منها. بس شو حنلعب؟ بده يكون بالتحدي بالمحل اللي بيطلع المشاعر بتكون حركه بطيئه لما تعلى الصوت حركه سريعه. صعب لقينا فكره عن هالموضوع لعبه عن هالموضوع بس طلعنا منه بالاخر انه نلعب فوتبول. حكم بياتي امتيازات لفريق اكثر من فريق ثاني بيدعم فريق اكثر من فريق ثاني. هيكون هانس ما هي مش بونباني شو بدك يعني باسكت فكره اني ازاي كنت احلم انه هيك اعمل هذا الشيء مثلا انه العاب جيم حولهم لعادي ولا مره حاولت يعني. فالفكرة انه انت بتكوني عم تحاولي في حدا عم يلحقك من هدول الاشخاص اللي بينتقدوا وعم تكوني ماسكه طابه بايدك وهي مثل انت حياتك نفسيتي. عفاكي عفاكي الوقت اللي كانت موجوده هي العقبات اللي بتواجهنا بالحياه اما هودي بعبروا هن الدعم العائلي او الدعم من الاصدقاء او شيء هيك. نحن طلعنا واحد زياده زائد واحد ونحن فاتتك يلا يارا انه ممكن نحن نكون بمحل عم نتنمر على حدا بس نحن كمان في مين عم يتنمر علينا. تمشي لمدة 10 ثواني دون ملاحظة. طريق ميسر وجميل طريق ميسر هذا مو حظي انا هي رولي طريق ميسر وجميل عادي طريق ميسر وجميل ضروري نسلم بالاشياء حتى لو كانت العاب لازم اعطوني صيغتنا الخاصة. Ha ha ha!
انا عملت حق